مساء الخير يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد المكون الثالث من مكونات المقال العرضي، الا وهو العرض. هنقول طبقا لنورمان فرايدمان في كتاب المنطق والبلاغة والاسلوب، يقول ان العرض يقوم على منظومة ثلاثية، وهي التحليل والتصنيف والمقارنة. هنتكلم اول حاجة التحليل. التحليل هو تحويل الأفكار العامة أو الكلية إلى عناصر جزئية. بقسم فكرة عامة وبقسمها لعناصر جزئية بحيث يمكن للقارئ فهمها، تمام؟ فهو نوع من أنواع التبسيط الذي لا يخل بالفكرة الأساسية للمقال، تمام؟ هناخد مثال على كده، هو مقال الدكتور خيري شلبي من مجلة القاهرة، وعنوانه الحس التاريخي في أدب نجيب محفوظ. بيتكلم على ايه؟ بيقول ايه المقال ده؟ نرى الكاتب ينطلق من فكرة عامة، هي أثر التاريخ في تشكيل الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ، ثم يبدأ في تبسيطها. الفكرة دي حيث يعد العصر الذي ولد فيه محفوظ هو السبب الرئيسي لتبرول وظهور الروح التاريخية في أعمال. يعني الفكرة العامة هو عايز يتكلم عن أثر التاريخ في تشكيل الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ، بعد كده خدها دي الفكرة العامة، بعد كده قال ايه؟ ابتدى يبدأ في تبسيط الفكرة دي، وقال إن العصر اللي اتولد فيه نجيب محفوظ هو اللي السبب في ظهور الروح التاريخية في أعماله، وهو العصر الذي يتميز بالروح الوطنية وظهور الشخصية القومية وتعدد الثقافات وتنوعها ووجود الطبقة الوسطى التي تحافظ على تماسك المجتمع وثباته بما لها من تقاليد يهتم أفرادها بالمحافظة عليه، وإنها تشكل قطاعا عريضا من الشعب. كما إن نجيب محفوظ ابن هذه الطبقة التي أنجبت المثقفين والثوار وحاملي مشاعر التنوير. هو هنا بس بيعرض المقالة أو التحليل إزاي عمله في المقالة بتاعت خيري الشلبي الحس التاريخي في أدب نجيب محفوظ. نلاحظ كمان إن الفكرة العامة أنجبت أفكار جزئية، مثل إن قلنا الفكرة العامة هي أثر التاريخ في تشكيل الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ. أنجبت أفكار جزئية، عصر الروح الوطنية والشخصية القومية، ده قلناه، عصر التعليم والنشاطات الثقافية والإبداعية. جابت إيه تاني؟ عصر الطبقة الوسطى، الإحساس الفني بالتاريخ، وإن التاريخ ليس فقط تاريخ الأشخاص بل هو تاريخ الشخص وعائلته والطبقة والمجتمع والمكان. دي الأفكار الجزئية اللي اتناولها مقال خيري شلبي. نلاحظ إن الكاتب خلال فقراته العارضة استخدم جملة تقريرية طويلة وأحيانا متوسطة الطول. لا ممكن تجيب المقال ده كنموذج للتحليل وتقول إزاي يتحلل. هناخد مقال آخر في افتتاحية مجلة القاهرة بعنوان لزوم ما لا يلزم في تشكيل مصروية بنك القلق. الكاتب في هذا المقال ينطلق من فكرة كلية، وهي إن توفيق الحكيم شديد الانشغال والشغف بقضايا الأدب والمسرح على وجه الخصوص، وإن غيره من الأدباء لم يملكوا هذا الحس وهذه الرغبة في تجديد وفي الابتكار. وقد قاد هذا الانشغال توفيق الحكيم إلى محاولات في التجديد، وتمثل هذا الانشغال في كتابات تنظيرية وتجارب معملية مسرحية في الشكل والمضمون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي الفكرة الأساسية بتاعت المقال ده إن توفيق الحكيم كان شديد الشغف والولع بقضايا الأدب والمسرح، وإن غيره من الأدباء ما كانوش مهتمين بالموضوع ده. قاد الانشغال ده توفيق الحكيم إلى محاولة التجديد في محاولة يظهر في كتابات تنظيرية، يعني كتابات مناظرة للمسرح والأدب، أو في تجارب معملية مسرحية في الشكل والمضمون. يعني أحاول يغير في تجارب معملية مسرحية، يعني عمل مسرحية نفسها فيها تغيير في الشكل والمضمون. قد ظهر الشقان اللي هو الكتابات التنظيرية والتجارب المعملية في ثلاث أعمال من أعمال توفيق الحكيم، هما الصفقة وبنك القلق وقالبنا المسرحي. كانت الصفقة اللي هي العمل المسرحي اللي هو الصفقة عبارة عن محاولة لإيجاد لغة تصالحية بين الفصحى والعامية. يبقى في الصفقة وعايز يلاقي لغة في النص بين الفصحى والعامية. وفي قالبنا المسرحي عبارة عن دعوة للاستعانة بعناصر تمثيلية شعبية عربية خالصة، عايزين نجيب عناصر تمثيلية شعبية عربية خالصة، مش عايزين نجيب أي عنصر أوروبي تماما. دي في مسرحية قالبنا المسرحي. ماشي. وقد ظهر جنس أدبي جديد وهو
المصروية. المصروية جاية من كلمة أو مشتقة أول حرفين من مسرحية، ميم سين مصر، وكاتب إيه رواية. يبقى المصروية هي محاولة المزج بين الرواية والإيه والمسرحية في قالب واحد. وينتهي كل فقرة إن كل محاولات وتنتهي في كل فقرة من المقالة إن محاولات الحكيم توفيق الحكيم للتجديد في القالب المسرحي فشلت. ليه فشلت؟ وذلك لصعوبة هذه المحاولات وتطبيقها وتطلبها حسا لغويا عميقا من الكاتب، وانحصارها في مفردات لغوية محددة وصياغات متجمدة ومملة كما في الصفقة. يعني أنا حاولت أعمل مسرحية جديدة، قالب مسرحي جديد، بس فشلت. ليه فشل توفيق الحكيم؟ لأن عايزة لغة عميقة، حسة لغوية عميقة من الكاتب، والمفردات كانت بتاعت المسرحية دي منحصرة وصياغات متجمدة ومملة. أو فشلت لأنها محاولة لاستيلاء فن جديد لا معنى ولا ضرورة لوجوده اللي هو المصروية، وذلك واضح في مسرحية بنك القلق، أو لبعد المسافة بين مقومات المسرحية الحقيقية وبين ما يريد الكاتب أن يوثق علاقته به كما في مسرحية قالبنا المسرح. يبقى هو عشان يبقى فشلت ليه؟ لأنه حاول يحط نوع جديد من أنواع المسرح اللي هو المصروية، وده ملوش لازمة. أو لبعد المسافة بين مقومات المسرح الحقيقي وبين ما يريد الكاتب أن يوثق علاقته به، يعني الكاتب عايز يعمله حاجة ومقومات المسرح الحقيقي حاجة تانية، وده ظهر في مسرحية إيه قالبنا المسرح. دي كلها تحليلات لمقالات، يعني أرجو إننا لو سألنا عن التحليل نعرف نجاوب بيها. تاني حاجة التصنيف. يعني إيه التصنيف؟ يعني تميز الأنواع، فكل شيء حولنا قابل للتصنيف، مثل البشر منهم شرير وطيب، المسلسلات منهم مقول ممكن مسلسل ديني اجتماعي كوميدي. هناخد مقال للتصنيف، هو مقال الدكتور ألفة الروبي المنشور في مجلة الهلال القاهرية تحت عنوان دنيا زاده في رواية مي التلسماني وكتابة النساء. هي بتصنف ايه بقى ألفة الروبي؟ في هذا المقال تحاول الكاتبة ألفة الروبي تمارس اكثر من نوع من انواع التصنيف. هي تصنف الرواية الى نوع تطلق عليه الكتابة الجديدة، هو النوع الذي تراه قادرا على الاجابة على اسئلة الجيل الحالي المشبع بالقلق والتوتر. واضح الكلام؟ وستستدعي فكرة الكتابة الجديدة اللي هو النوع اللي هي قالت عليه الرواية ده، وتوك أيضا كتابة النساء ما نعرفه عن الكتابات النسوية أو إبداعات المرأة، هو الإبداع الذي تكتبه المرأة عن نفسها بوصفها جنس مغاير للرجل الذي احتكر الإبداع لزمن طويل. يبقى فكرة الكتابة الجديدة وأيضا كتابة النساء بتستدعي إيه؟ ما نعرفه عن الكتابات النسوية أو إبداعات المرأة، تستدعي الحاجات دي اللي ما نعرفه عن إبداعات المرأة، هو الإبداع الذي تكتبه المرأة عن نفسها بوصفها جنس مغاير للرجل الذي احتكر الإبداع لزمن طويل. وقد بدأت الدعوة إلى كتابة النساء على يد الصحفية لبيبة هاشم، وهي أول من أصدرت مجلة نسائية متخصصة اللي هي قناة الشرق، ودعت المرأة إلى كتابة بنفسها عن نفسها، لأن الرجل يكتب عن المرأة ما يعلم، أما المرأة فتكتب عن نفسها ما تعتقد وتشعر به. وبلغت ذروة الدعوة للكتابة النسائية في الغرب في أواخر الثمانينات على يد ألين شو وولتر في كتابها النقد النسائي الجديد، حيث أشارت إلى أن اللغة التي تستعملها المرأة في التعبير عن نفسها من صنع الرجال وهي غريبة عنا، كما ناقشت ساندرا جلدت وسوزان جوبار في كتابهما الأرض الحرام القلق الذي يواجه ألفة الروبي في المجتمع استواجه صراع بين الانتماء إلى أدب الرجال ودوافع أنوثتها. دي هنا خدنا قلنا مين شجعت الكتابة النسائية في مصر، قلنا لبيبة هاشم وعملت مجلة نسائية متخصصة اسمها قناة الشر ودعت ان المرأة تكتب عن نفسها. تاني حاجة بيقولك ان الدعوة للكتابة النسائية في الغرب ظهرت في اواخر الثمانينات على يد ألين شو وولتر في كتابها النقد النسائي الجديد، واشارت ان اللغة بتستعملها النساء هي تعبير عن نفسها هي من صنع الرجال وهي لغة غريبة عنا وعن النساء، كما ناقشت ساندرا جلتت وسوزان جوبر في كتابهما الارض ناقشوا ايه هما الاثنين القلق الذي واجهه ألفت في ايه الروبي في المجتمع تواجه الصراعات بين الانتماء الى ادب الرجال ودوافعها الانثويه. يعني هي عندها قلق عشان ده صراع بين ايه انتمائها الى ادب الرجال ودوافع انوثتها. عندنا المقال اللي هو تنطلق دنيا زاده من موضوع نحسبه بسيط وهو فقد الام اللي هي الانثى للجنين الانثى.
تنطلق من الموضوع ده الى الذات الانثويه دون ان ايه تنفصل هذه الذات عن انسانيتها. ده موضوع المقاله بتاع الدنيا ذات، ام فقدت بنت جنين، لكن الموضوع انطلق من موضوع بسيط الى الذات الانثويه. ماشي. اما التصنيف الاخر قلنا صنفت المواد الايه كتابة الجديده. اما التصنيف الاخر فهو تسميه الدنيا زاده اللي هي الروايه يعني بادب السيره الذاتيه، فهي ليست روايه بالمعنى العام، فهناك تطابق بين الشخصيات الواقعيه والشخصيات الروائيه مثل اسم الطفله واسم الزوج واسماء بعض الاصدقاء. بهالت دي نوع كتبت عليه الكتابه الجديده، ماشي، اللي هي بتكتب بلغه النساء وبتدعي النساء للكتابه. وتاني حاجة تاني تصنيف فيها أدب السيرة الذاتية، إن الرواية من نفسها فيها تطابق بين الشخصيات الواقعية والشخصيات الإيه في الرواية. تالت عنصر من عناصر العرض اللي هو المقارنة، هو أكثر أنماط المقالة عرض شيوعا، وأكثر أنماط المقالة عرض شيوعا هو المقارنة، هو فعل إنساني متجدد أو حالة إنسانية دائمة. ويقول الدكتور سيد قطب إن المقارنة هي إحدى الطرق التي يعمل بها الإدراك الإنساني. أنواع المقارنة: توازي أو تناظر، فهي مقارنة من مجال واحد يعني شيء بشيء أو شخص بشخص، يعني مقارنة من نفس الجنس اللي هي التوازي أو التناظر. عندنا مقارنة تانية هي مقارنة قياس، مقارنة بين شيئين مختلفين مش من نفس الجنس، مثل مقارنة أسلوب إنسان بحركة الثعبان. ماشي. مثال لمقارنة التوازي مقال الدكتور صلاح فضل في جريدة الأهرام بعنوان أسامة أنور عكاشة روائيا، وهو يقارن فيه أسامة أنور عكاشة في الدراما التلفزيونية بنجيب محفوظ في الرواية. ليه؟ لأن كل منهما أسس لجنس أدبي معين، ولابد كل منهما ولأن لكل منهما سجل بكلمة بكلمات ولحظات فاصلة في حياة الفرد أو مسيرة المجتمع. يعني كل واحد منهم ليه سجل بلحظات فاصلة في حياة إنسان أو مسيرة المجتمع، وهو بيقارن منهم إن أسامة أنور عكاشة في الدراما التلفزيونية ونجيب محفوظ في الرواية. كل منهم أسس لجنس أدبي معين. مثال لمقارنة القياس مقال الدكتور محمد الجوادي في جريدة الأخبار بعنوان عصر المعلومات والأدب العربي، وهو يقارن بين الأعمال الموسوعية التي يحتاج إليها دارسي الأدب بوسائل بيقارنها بالأعمال الموسوعية دي اللي يحتاج إليها دارسي الأدب بوسائل النقل العامة الضخمة والمطارات والمواني والخطوط الكهربائية التي تمتد كلاهما أساسيا وحيويا وضرورا ولا غنى عنهما للإنسان، سواء الأعمال الموسوعية التي يحتاجها الدارس للأدب أو وسائل النقل العامة والمطارات والمواني وخطوط الكهرباء. هناخد بعد كده مقار ظهر فيه الثلاث عناصر معا اللي هو التحليل والتصنيف والمقارنة، هو مقال مجدي فرح منشور في مجلة القاهرة بعنوان الزير سالم ماجد العرب. يظهر التصنيف في مقال الزير سالم في الجملة الافتتاحية، فملحمة الزير سالم المعروفة في التراث العربي ليست ملحمة ولكنها تقترب من كونها ايه أسطورة. يبقى أنا صنفتها إن قلت دي مش ملحمة دي أسطورة. يظهر التحليل في ايه، يفسر الكاتب لنا ماذا تعني الأسطورة، فهي نسق من أنساق المعرفة الإنسانية. يبقى التحليل ايه فسر، يبقى هو أول حاجة عملها تصنيف قال دي مش ملحمة دي أسطورة. تاني حاجة شرح معنى الأسطورة وقال إنها نسق من أنساق المعرفة الإنسانية والذات صلة وثيقة بالأسس الفكرية للدراما، وظهرت المقارنة بين الأسطورة والدراما، ويرى إن كل منهما يمكن أن يحل محل الآخر، فما يقارن الكاتب بين شخصية الزير سالم وشخصيات أخرى تحمل بعض ملامحه الفكرية مثل الأجا ممنون وهاملت والملك لير. كده خلصنا المكون الثالث من مكونات المقال العرضي ألا وهو العرض. يا رب تكونوا استفدتوا وقدرت أوصل حاجة ولو بنسبة بسيطة. شكرا لكم.